لا ايه لبتشي واحد من بقى كسول اياك على الله. اذا نبداو على بركه الله. اسعد الله اوقاتكم متتبعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينه الدار البيضاء. اذا كيف ما كتشوفوا معنا هذه السيده اللي في عمرها 58 سنه دار بها الزمان مقطوعه من شجره، على قبل الورد تخاصموا هي وخوتها، على قبل الورد شتات هذيك العائله هذاك الدفء الاسري ما بقاش. مرحبا بك اختي، كي دايره بخير؟ انت حاولي ترفعي لي الصوت ديالك وعاودي لنا المشاكل والمعاناه اللي كتعانيها يوما بعد يوم من دار لدار. تفضلي. السلام عليكم، رجيتكم بخير. انا تشرفت في 2018 كبرت يتيمه، كونت نفسي بنفسي، خدمت كنت كنخلص كرايه ودرجه ازمه ديال كوفيد، وفي 2018 ما بقيتش ساكنه، تحكم عليا بالافراح، ولت متفرده، ولت من مكان لمكان، من أسرة لأسرة، كل غرفة كنعيش، مرة كنعيش هنا، مرة كنعيش هنا، مرة كنعيش هنا، مرة كنمشي للرباط. دابا فين كتعيشي يا الشريفة؟ ها؟ شنو بلاصة كتعيشي فيها؟ مرة في الولفة، مرة في الرحمة، مرة في سباسة، مرة في جديدة. ولكن المهم انت فين كتباتي؟ كل بعد من كنبات. شكون هاد الناس كيجيوك في العائلة؟ لا ما كيجيونيش من العائلة، غير معرفة. حيت كنت خدامة أنا وكانوا كيعرفوني كيف كنت خدامة وكنت بخير. والشركة دارت فايت. وانا بغيت خدام راسي كنبيع ونشري، والناس كلوني الفلوس لان كنت ندير بالكريدي، ما بقاش عندي راس المال، ودابا كنطلب منكم تساعدوني. ولا كارطاس ولا قريبه تقاد ليا قبل نهار 15/12، وما عنديش فين نبدلها، ما عنديش هاد السكنه باش ندير الرامي، باش ندوز عند الطبيب. وانا خرجوا ليا لي غير، وعندي مرض نفسي نتبعها في الانسان في السبيطار الحي حسامي، ولكن شدت لانتريت وما عوضوهاش، مشيت بابا اخرى خاصني ندوز بالفلوس، والدواء كان شري كيشرو ليا على المحسنين. مهمتي انتي عازبة 58 سنة، علاش ما تزوجتيش؟ كنت خايفة من الطلاق، انا كبرت يتيمة ومشردة، وخفت لولاد يتعذبوا ويتمحلوا، هذا هو الشيء اللي ما دخلانيش نتزوج. بقيتي مسخوفة من الطلاق؟ بقيتي متخوفة من الطلاق؟ بقيت مخوفة من الطلاق بزاف عاد، لأنني شفت الناس اللي هما مطلقين كيفاش كيكبروا ولادهم، وأنا كبرت يتيمة وما بغيتش ولادي يتعذبوا. ولو لو كانوا عندك وليداتك ربما يهزوا بيك، ربما يخدموا عليك، ولكن أنا ما عنديش باقا الاستقرار، كان كري والكرا غادي في الدار البيضاء. فاش خدام؟ خدامة بروموتريس دو فونت في شركة. ودابا؟ دابا ما خداماش. كان عندي مرض نفسي مزمن. مرض نفسي مزمن. دابا فين جالسه حاليا؟ دابا ملي جينا عندك للفردوس فين كاينه انت؟ فين كاينه؟ عند واحد المراه انا دابا عندها في الفردوس اللي قلتي لي كتبدلي ليها ليكوش. اخوتك ما كيسولوش فيك؟ لا، عندي اخو واحد هو اللي يعدي، ما كيسولش ليا ما والو، لانه ما صالحش، مدمن على الشراب ومفسد. اخواتك؟ ما عنديش. مقطوعه من الشجره الشريفه؟ حيت با ما دخل عندي 5 سنين، واللي كانت مربيه يعني مات عندي، خلات عندي 11 عام. واخا شريفه حنا حطينا الرقم التليفون ديالك، المحسنين كاينين، مازال كاينين كيديروا الخير وكيبغيو يديروا الخير، نتمنوا ان شاء الله يتواصلوا معك في التليفون ديالك، حطيناه في العنوان وفي التعاليق 011-68-13-13، هذا هو الرقم ديال هاد السيده اللي بغى يساعدها في سبيل الله. طبعا هي محتاجه باش تصوب لاكارت ناسيونال، محتاجه لابسط امور العيش، ما عندهاش فين تبات، الا مشاتش عند الناس اللي ما كيعرفوهاش، كتمشي كل مره كتمشي كتلوح من دار لدار، ربما غتكون عرضه للضياع، عرضه للتشرد، عرضه بزاف الاشكال التشرد. شنو الكلمه الاخيره تبغي توصل للمشاهدين؟ طلبوا المراسلين باش يساعدوني، الله يجازيهم بخير ويطول عمرهم، الله يحفظهم. اذا الميساج ديالك واضح، ونتمنى حتى حنا بدورنا انه المشاهدين يتعاونوا معاك، المحسنين يتواصلوا معاك ان شاء الله. اذا متتبعي قناه شوف تيفي نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، الى اللقاء.